والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليكم مصطفى. شكرا من جديد رغدة، وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد فوزه على الكويت الكويتي بنتيجة 31-25 في الدور نصف النهائي من المسابقة. أنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-10 قبل أن يكمل تقدمه لنهاية المباراة ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية. يستضيف الزمالك الآن فريق أريكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الزمالك بهدفين نظيفين. تغلب الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. هدف الأهلي حمل توقيع كل من طاهر محمد طاهر وحسام حسن، بينما سجل أحمد خالد هدف أسوان الوحيد. حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للكراسي المتحركة الميدالية الفضية ببطولة العالم بعد خسارته من نظيره البرازيلي برميات الترجيح في المباراة النهائية. كان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل، ليلجأ الفريقان إلى رميات الترجيح والتي ذهبت إلى صالح البرازيل. يستضيف المنتخب الإنجليزي غدا نظيره الألماني في الجولة السادسة من دوري المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره المجري، بينما يلتقي منتخب رومانيا مع نظيره منتخب البوسنة والهرسك. أفادت تقارير صحفية بأن نادي أتلتيكو مدريد الأسباني يستهدف التعاقد مع إيميليانو مارتينز حارس مرمى أستون فيلا. أوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية أن أتلتيكو مدريد حدد مارتينز كأولوية له ليحل محل السلوفاني يان أوبلاك في حال رحيله عن النادي الأسباني في العام القادم، وذلك مع اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أوبلاك. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في النشرة. شكرا لك مصطفى.